شاركت مدرسة المطران للبنين والمدرسة الأهلية للبنات احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بالمئوية الأولى للثورة العربية الكبرى برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بالإضافة إلى حضور العين هيفاء النجار المديرة العامة لمدرستي الأهلية والمطران، وجمع غفير من أهالي طلبة المدرستين وخريجيهما. إحنا الأردن الآن يحتفل بمئوية الثورة العربية الكبرى، 70 عام من الاستقلال و50 عام من تعريب الجيش. هاي مناسبات يعني عزيزة على قلب كل أردني، فيجب زرع هذه المفاهيم في يعني وجدان الشباب وخصوصا الطلاب، لأنه أهم فترة عمرية هي فترة المراهقة، يعني بين الواحد ما يكون عمره 10 سنوات 18 سنة، فهاي فترة مهمة الواحد يزرع المفاهيم اللي دائما بنقول إنه هاي هي الأردن. الأردن هو يعني الاستقلال، هو الاستقرار، هو الأمن، هو الأمان. فهاي المفاهيم يجب أن إنه الشباب يتعلموها. للأسف في يعني في المناهج المدرسية هاي مش موجودة بالدرجة اللي لازم تكون. يعني يجب أن يكون هناك في المناهج شو مبادئ الثورة العربية الكبرى، اللي هي الوحدة العربية، اللي هي الديمقراطية، اللي هي التحرر من الاستعمار. مفاهيم الثورة العربية الكبرى هو المشروع الوطني الأردني اللي بنطلق من القيم الأردنية، اللي بنطلق من مبادئ ومفاهيم المواطنة، العلاقة مع الذات، العلاقة مع الوطن، العلاقة مع المحيط، والعلاقة مع الآخر، والعلاقة مع العالم. هذا الأردن. الأردن وطن قدم مشروع إنساني حضاري قومي وطني مبني على الإنسان الأردني. الهاشميين بثورتهم العربية الكبرى قدموا نموذج بالعطاء، بالتعاضد، بمشروع فيه رؤية، فيه عمل، وفيه استمرارية، وفيه انفتاح. اليوم الأردن اليوم بجبل عمان احتفاليتنا بالمئوية عم نقول الأردن ينتخب. هذا الأردن، هذا الأردن المبني على الإنسانية، مبني على التفاعل مع الحضارة العالمية، ومبني على إعادة المشروع الحضاري القومي العربي الأردني الوطني، والمشاركة الفاعلة بإنتاج معرفة، بتقديم للعالم الشيء الجديد. يهدف الحفل لتذكير الطلبة بصفحة المهمة في مسيرتنا الوطنية وما تشكله الثورة العربية الكبرى من نقطة مضيئة وانطلاقة مهمة في نهضة الأمة، وما رسخته الثورة العربية الكبرى من مفاهيم الحق والحرية والوطنية واحترام الرأي والرأي الآخر وممارسة الديمقراطية. الحمد لله احنا يعني بنمر هلا باحتفالات وطنية بالأردن، عيد الاستقلال وعيد المئوية الثورة العربية الكبرى. وأنا برأيي تعليم ذلك للطلاب من صغرهم بالمدارس، ترسيخ هذه المفاهيم لدى الطلاب هو أساس بناء المجتمع الأردني القادم. إن شاء الله من احتفالاتنا اليوم مدرسة عريقة زي مدرسة المطران، أنا بفتخر أكون من خريجين هذه المدرسة كمان، حتى الجيل القادم كان يكون مترسخة في كل مفاهيم، وحتى نكون على الدرب زي ما بدو يانا جلالة الملك الله طول عمره. لقاء وطني إرشادي حمل معاني الولاء والانتماء للنهضة والحداثة التي جاءت لتؤصل القيم والثوابت الوطنية الراسخة التي جسدتها الثورة العربية الكبرى، ليبقى أردننا وطن المبادئ الإنسانية السامية القادر على تحقيق أهدافه وغايته ومواجهة التحديات بإصرار واقتدار. وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير. أيمن الحمود، رؤية.